طلاب، هذا السلايد أنا دا أحاول أشرح لكم الماركت ريسك فورمات. معطيتك مجموعة من الإكزامبلز على الشبكات اللي موجودة عندنا بالستاندرد اللي هو 802.11. فعندك الإكزامبل سيناريو راح نشرح مثلا عن إذا أنا عندي أد هوك نتورك، شنو الإجراء، شنو نوع الفريم اللي دا يطلع لي من الماك لاير، الإنفراستراكشر نتورك فروم يعني عملية سيندينج دا تصير من خلال الأكسس بوينت، إنفراستراكشر نتورك تو أكسس بوينت هنا دا يصير من النود الى الاكسس بوينت، وبعدين المش بي اس اس. هذول الاربع اكزامبلز راح نبدي ناخذ وحده ورا الثانيه ونعرف كل وحده شلون راح يصير الفريم مالتي على اساسها. الفالوس باور على الاد هوك نتورك 2 دي اس وفروم دي اس اثنيناتهم تكون قيمه مالتهم صفر في كلا الحالتين. يعني اللي راح يصير عندي انه من الماك لاير راح يكون انيشيت الى الباكيت اللي حتى يصير عملية exchanging ما بين two wireless nodes. يعني عندي node راح تستلم وعندي node ترسل، فإذا ما أحتاج إلى ال DS اللي هو distribution system. أوكي، فال DA هنا عندك address رقم واحد، ال DA هي تمثل لي destination address، وال SA هي تمثل لي address رقم اثنين اللي هي source address of the frame. أوكي، اللي هي معناها بالتتابع ادرس 1 وادرس 2 راح يكونوا يمثلوا لي الفيزيكال ادريسز للريسيفر والستاندر. زين، الثالث ادرس هو نحدده او نقول عنه انه هو البيسك سيرفيس سيت اللي هي بي اس اس اي دي، والفورس ما نحتاجه. الاكزامبل سيناريو رقم 2 انفراستراكشر نتورك فروم اكسس بوينت. اذا تلاحظ هنا عندك التو ديستريبيوشن سيستم هي صفر، والفرام دي اس البت مالتها صار سيت الى 1. فهنا الفريم فيزيائيا راح يصير عمليه يعني ستاندينج الى اورجينيتد منين؟ من الاكسس بوينت، فخروج ال مالتك الباكيت الداتا باكيت من الاكسس بوينت. فالدي اي هو اللوجيكال والفيزيكال ريسيفر، دي اي الار اي هم الادرس رقم واحد يمثل لي اللوجيكال والفيزيكال ريسيفر. بعدين عندك ذا سند ادريس ايدنتيفايز البي اس اس، البي اس اس هو الادرس رقم 2. الثيرد ادريس راح يمثل لي اللوجيكال سندر، اللوجيكال سندر اللي هو يعني لوجيكالي هو اصلا اوف سندر ديز، واللي عن طريقها بعد ذلك نقل الى الاي بي، والاي بي هي اللي ديزه. ذا سورس ادريس للمايك فريم، الاس اي هو السورس ادريس، اللوجيكال سورس ادريس للماك فريم من اجاني من يانود. اوكي، ان ذس كيس اللي راح يكون عندي الباكيت سنت الى تو الريسيفر من خلال شنو؟ سنتر والريسيفر، بس عن طريق الاكسس بوينت. السندينج راح يصير عن طريق الاكسس بوينت. اوكي، النوع الثالث اللي هو انفراستراكشر نتورك تو اكسس بوينت. هنا اذا معناه شنو؟ هنا راح تشوف انه عندك ال DS هو شنو؟ distribution system set to 1. ليش؟ لانه 2 distribution system، ف 2 AB راح تكون تخلي ال setting للبت الخاصة بال DS الى 1. اوكي، اذا ال station ترسل باكيت الى another station من خلال access point، فبهاي الحالة شنو؟ دا يصير انه ال DS تاخذ البت الى 1. الـ first address، أدرس رقم واحد، راح يمثل لي الـ physical receiver للـ frame اللي هو من هنايا الـ access point. الـ physical receiver هو الـ access point من خلال الـ BSS identifier. زين؟ الـ second address هو مثل لي logical والـ physical sender للـ frame، والـ third address يمثل لي الـ logical receiver منو logically راح يستلمها. النوع الأخير اثنيناتهم واحد واحد، لأنه هو راح يصير عملية الإرسال والاستلام عن طريق distributed system. ده الباكيتات راح يصيرها transmitted ما بين two access points، فلازم distribution system واحد distribution system اثنين، اثنين from و two اثنيناتهم set to one. ال first received address اللي هو ال RA يمثل الماك address لل receiving access point. أوكي، لازم عندي ماك ادريس للريسيفر اكسس بوينت، ونفس الحاله السكند ادريس، ادريس رقم 2 هو الترانسميتر ادريس التي اي. اوكي، اللي يمثل لي ايضا السكند شنو اكسس بوينت الثانيه اللي راح تستلم. ايدنتيفايز الادريس هي اللي راح يتم تحديدها. اوكي،
هنا راح نحتاج الى شنو الاكسس نحدد وي احنا نقول عن طريق تو اكسس بوينت دي يصير لا تحتاجين نسوي سيتنج اللي تو دي اس وفرام دي اس. هنا راح نحتاج تو ادرسز اضافيه حتى نحدد اورجينالي الديستنيشن الدي اي اوف ذا فريم والاورجينالي السورس مالت الفريم، منو راح يستلم الفريم ومنو راح شنو ومنو يكون ارسل هذا الفريم. Without هاي الادرسز ما راح نعرف انه راح يصير عمل كوميونيكيشن فقط ما بين تو اكسس بوينت بدون انه نعرف هي وين رايحه بالضبط الى اي نود، فلازم يتم تحديد الدي اي والاس اي بالادرس رقم 3 وادرس رقم 4.